كم هو عدد دول العالم؟ يوجد بعض الخلافات على العدد الدقيق لعدد الدول في العالم، وذلك بسبب وجود بعض النزاعات على بعض المناطق حول العالم، حيث يوجد 193 دولة، وهي الدول التي تعتبر أعضاء في الأمم المتحدة، ويوجد دولتان مراقبتان ولكنهما غير عضوية، وهي دولة فلسطين ودولة الفاتيكان، مما يجعل العدد الإجمالي للدول 195 دولة. ولا يشمل هذا العدد العديد من المناطق مثل تايوان، وتعتبر دولة جنوب السودان أحدث دولة في العالم، حيث حصلت على استقلالها في 9 من شهر تموز في سنة 2011. تعتبر القارة واحدة من التقسيمات الرئيسية للأرض، ويبلغ عدد القارات في العالم 7 قارات، وهي كالتالي، ومرتبة من الأكبر إلى الأصغر، وهي قارة آسيا، وقارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، قارة أنتاركتيكا، قارة أوروبا، وقارة أستراليا. وتنقسم الدول في القارات إلى 54 دولة في قارة إفريقيا، 48 دولة في قارة آسيا، 44 دولة في قارة أوروبا، 14 دولة في قارة أوقيانوسيا، 33 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، دولتان في قارة أمريكا الشمالية. تعتبر دولة روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث تغطي حوالي 16,377,742 كيلومتر مربع من اليابسة، و720,500 كيلومتر مربع من الماء، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 17,098,242 كيلومترا مربعا، وتشترك مع 14 دولة في حدودها البرية، وهي بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، فنلندا، النرويج، بولندا، كازاخستان، أوكرانيا، كوريا الشمالية والصين، ومنغوليا، وأذربيجان، وجورجيا.